أزارين كايد البيلاروسية. مشاهدين الكرام هنا تنجح في تقليص الفارق وتعود بشكل رائع. إذن عودة رائعة لأزارينكا تكسر إرسال اللاعب الأمريكية سيرينا ويليامز. تكسر شوط الإرسال هنا لأول مرة وها هي أزارينكا تتمكن من الحصول على هذا الشوط. و بتروسيا البيضاء المصنفة الرابعة عالميا تقلص الفارق 4-3 بشكل سريع. تعود إذن ترسل أزارينكا إذن الحصول على الشوط التعادل. التحكم والمبادرة بعد أن حركت أزارينكا بشكل رائع في آخر ملعب. نعم اللاعب الأمريكية تنجح بمنتهى المهارة وتحكم كبير خاصة على جهة الباكند. لاحظ هذه الكرة توزيع رائعة جدا هنا تعود بنقطة أخرى. لاحظ تخرج اللاعب أزارينكا والتي تعود من جديد أيضا. وهنا الوصول إلى الشبك بشكل رائع من اللاعب سيرينا ويليامز. تأخذ المبادرة على الشبك بصعود مفاجئ 15-30. يا سلام تابع كرة ولا أروع في زاوية ضيقة جدا قصيرة الكرة الأخيرة وتحكم مهاري رائع جدا من الأمريكية. كرة تضعها في زاوية بعيدة عن أزارينكا فورهاند بروسكورت. هذه الكرة الأخيرة لاحظ الكرة تبحث عن الزاوية اللاعب الأمريكية وبعيدة عن أزارينكا. فعلا كرة ساحقة تحكم كبير لهذه اللعبة التي تجد الحلول الآن من آخر الملعب. فرصتين لكسر الإرسال بمهارة اللاعب سيرينا ويليامز اللاعب الأمريكية الفائزة بلقبي بطولة أستراليا وويمبلدون في العام الماضي.
بشكل واضح. اللاعبة لديها إيجاد الحلول من آخر الملعب بضربات قوية جدا خاصة في جهة الفورهاند. لاحظ كرات سريعة جدا هنا تسدد وبكرة مفاجئة انسايد اوت تضعها سيرينا ويليامز بفعالية كبيرة. كرة ساحقة هنا تكسر إرسال اللاعبة. إذن أزارينكا تفقد شوط الإرسال من جديد. التقدم 5-3 والإرسال للفوز بالمجموعة الأولى للأمريكية سيرينا ويليامز. ويليامز تتقدم 30-0. ثلاث فرص تمتلكها سيرينا ويليامز إذن الآن للفوز بالمجموعة الأولى. تقترب بشكل كبير. نهاية رائعة جدا. أزارينكا تفوز بهذه النقطة. اللاعبة الأمريكية هنا ترسل ويبدو بأن أزارينكا تطلب التحدي. إذن تحدي رائع جدا أو تحدي نعم تحدي في مكانه تحدي في مكان من اللاعبة أزارينكا ولكن